بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 36. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ما زلنا مع الآيات الكريمات من قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب، إلى قوله: فلن تجد له سبيلا. وكنا نستجلي من هذه الآيات العظيمة ما فيها من الفوائد. فمما يؤخذ من هذه الآيات من الفوائد أن المؤمن لا يأمن على نفسه من النفاق، فلذلك يسأل الله السلامة والعافية منه، ويتجنب مجالس النفاق ومجالس الشر ومجالس الشرك والكفر، تجنبها ويبتعد عنها. وكذلك يتعين على المسلم أن يعرف صفات المنافقين، لأن الله بينها لنا في كتابه من أجل أن نحذرها ونبتعد عنها وعن أهلها. وللإمام ابن القيم كلام طويل في بيان صفات المنافقين، مأخوذ من الكتاب والسنة. وقد قام بعض الإخوة بإفراده برسالة مطبوعة ومتداولة عنوانها صفات المنافقين. ويؤخذ من هذه الآيات أن الله جل وعلا يخادع المنافقين من باب المقابلة والجزاء لهم، كما أنه جل وعلا يمكر بمن يمكر بالمؤمنين، ويمكر الله. ولما قال المنافقون للكفار: إنا معكم إنما نحن مستهزئون، قال الله جل وعلا: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهذه تسمى بالمقابلة، أن الله جل وعلا يقابلهم بمثل ما في قلوبهم، وبمثل ما يتعاملون به من الخداع والمكر، فإن الله جل وعلا يعاملهم بذلك من باب الجزاء والمقابلة. ويؤخذ من هذه الآيات أن من صفات المنافقين التكاسل عن الصلاة في وقتها وترك صلاة الجماعة، وهذا كما أشرنا إليه سابقا. وقد كثر الآن من يخذل عن صلاة الجماعة ويقلل من شأن المساجد وحضور المساجد وحضور الدروس والمواعظ، وهذا لا شك أنه عميل للمنافقين، وأنه سمسار لترويج النفاق بين المسلمين، نسأل الله العافية. ويؤخذ من هذه الآيات أن صلاة المنافقين رياء وسمعة، لا طاعة ولا محبة للخير، فليس كل من تظاهر بالخير يكون من أهل الخير، حتى يكون ظاهره موافقا لباطنه على الخير. هذا هو الذي يكون صادقا مع الله ومع الناس. ويؤخذ من هذه الآيات أن من صفات المنافقين الغفلة عن ذكر الله والتقلل منه، كما قال تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا واضح في أهل النفاق، أنك لا تسمع منهم ذكر الله عز وجل، وإن ذكروا الله فإنما يريدون بذلك الخداع والتظاهر وأن يغتر بهم المسلمون. ويؤخذ من هذه الآيات الترغيب في الإكثار من ذكر الله، لأن ذكر الله تحيا به القلوب
قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك القلوب تحيا بذكر الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. ويؤخذ من هذه الآيات أن من صفات المنافقين المراوغة والحياد والتذبذب ليكونوا مع الغالب من المؤمنين أو الكفار عندما يحصل معاركة بين المسلمين والكفار في القتال، فإن المنافقين ينحازون، وهذا مجرب من تاريخهم، كما انحازوا عن المسلمين في وقعة أحد لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة لقتال الكفار عند أحد، انخذل منهم عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين ب700 أو قريبا من ذلك، فانخزلوا من المسلمين يريدون بذلك إضعاف المسلمين بزعمهم. وأيضا يؤخذ من هذه الآيات أن المسلم يجب أن يكون ثابتا لا مذبذبا، يكون ثابتا خصوصا عند الشدائد والمحن، يكون ثابتا مع الحق، لا يتزحزح ولا يساوم ولا يتنازل عن شيء من الحق. هذه صفة المؤمنين الصادقين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه صفة المؤمنين. يؤخذ من هذه الآيات أنه في يوم القيامة يكشف الله سرائر المنافقين ويفضحهم بأن يعزلهم من المؤمنين، كما قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، يعني في الدنيا، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يقولون هذا إذا انطفأ نور المنافقين وبقوا في ظلمة دامسة، فالمؤمنون يخافون أن ينطفئ نورهم فيدعون الله بأن يتمه لهم ولا يطفئه. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.